المباراة تقريبا كانت لصالح فريقي، هذا نظرا للمجهودات الكبيرة اللي قاموا بها لاعبي فريقي، واحترموا وطلبنا منهم باش يحترموا يعني فريق وجدة اللي يمر يعني بظروف ظرفية، لكن يبقى ديما فريق كبير وعنده تاريخ كبير وعطى للمنتخب المغربي لاعبين كبار، فلابد باش يكون احترام من الخصم ويكون الهدف الأول والأخير هو 3 نقاط وهو ما تم الحمد لله. أولا يعني أهم شيء في النقطة هذه هو تغيير العقلية، يعني عقلية اللاعبين خصوصا اللاعبين العرب لما يتقدموا في النتيجة فما نوع من التراخي أو ربما، فلا هو محاولة يعني إدخال عقلية اللاعبين اللي مدام 90 دقيقة لابد أن تهاجم طبعا احتراما للمنافس وتكون عندك الرغبة الهجومية ورغبة التسجيل، هذا هو فقط وليس يعني شوفوا نتيجة كبيرة أو شيء، ليس هو الهدف. هي عقلية الانتصار وال يعني عقلية الانتصار واحترام كرة قدم المنافس 90 دقيقة، تعطي تبذل مجهود أقصى مجهودك مدة 90 دقيقة. صالح وجهة نظرك صحيحة، يعني احنا يعني نلعب المباراة وحتى في الاختيارات أو ربما ما نجمش نتكلم لأن متابع من النجم الساحلي، حتى في التوجه فما أشياء اللي أخذينا فيها بعين الاعتبار المقابلة جاي، وعطينا يعني بعض اللاعبين يعني وقت لعب أكثر باش يكونوا جاهزين ربما نستحقوا لهم في المباراة المقبلة إن شاء الله. بالنسبة مقابلة مصرية حقيقة في الموسم على الصعيد القارب بالنسبة للجيش، مع الأسف ما توفقناش باش نرجعوا بنتيجة إيجابية. عندي كل أمل في كل مكونات النادي خصوصا لاعبي الفريق، عندهم رغبة كبيرة جدا باش يعني يشتغلوا ان شاء الله على الترشح، هما قادرين عليه، وهذه رساله للاعبين، نستغل الفرصه هذه باش نوجه رساله مره اخرى للاعبين كل مكونات النادي، عندهم الامكانيات ما يخول لهم ان شاء الله باش يترشحوا. المدرب هذه الفتره فيها عده مباريات ووقت التحضير والتعرف على خصال اللاعبين قصير جدا، هناك مباريات يعني نحاول نعطي فرصة لكل لاعبين باش ما نظلم حتى لاعب، وما يمكنني باش نتعرف على مؤهلات كل لاعب، وبعد يعني يعني كما نقولوا بالدرجة الخلطة بتاع اللاعبين تقدر تحدد نهائيا ما هي يعني النهج التكتيكي أو الأسلوب التكتيكي اللي تتعامل به، وهذه مشكلة عندنا في الفرق العربية صراحة. يعني المفروض المدرب لما يأتي للفريق يكون الفريق جاهز وعنده أفكاره ويعرف مؤهلات كل اللاعبين، احنا داخلين تقريبا في 6 أو 7 مباريات وما زلنا نجرب باش نعرف علاش، لأنه اللاعبين يجيو متأخرين، النويو مش جاهز من بداية الموسم، ماكش عارف شكون يقعد ما يقعدش، ما عندكش توجه تكتيكي، فلابد للمدرب باش يتعرف على الخصال ويجرب امام الاسلوب التكتيكي اللي يتماشي، وهذا اللي ماشي. في نفس الوقت مشكلتي الكبيره اني انا مطالب بالنتائج وعندي مباريات متسارعه وفي نسق متسارع، يعني ما خليش وقت ربما هذا ما يهمش فريق وجدة متوجه للواح، فانا متفاهم لكن اشتغل بمنهجيه، عارف روح عن احساس بالمسؤوليه باش نعملوا نتائج، لكن في نفس الوقت لابد باش نجهز فريق على الصعيد التكتيكي يتماشى وخصال اللاعبين المتواجدين، وحتى للمدرب يمر بظروف وان شاء الله الشبان نشجعهم ونقفوا معهم ووجد باش ترجع. اما نقولوا هكا شبان فريق ضعيف، شنو هي الرساله نوصلوها للاعبين وجدة والاطار الفني؟ لابد باش نشجعهم، إذا كان الصغار ما تعطيوش محظهم في ظروف صعبة الفريق وقتاش باش ياخذ حظوظهم؟